وشفت اش تكتب على القربله اللي دارها مصطفى الرمي. المواطنين والصحفيين والفاعلين والمدونين كلهم انتقدوا هذا الوزير، يعني كلشي اتفق ان هذا منكر، وتعدى المنكر بزاف، ومنهم اللي اعتبر ان هذا الحدث نقطه كحله عرفها المغرب في نهايه 2019، وفيهم اللي قال اللهم ان هذا منكر. واش بمثل هاد الوزراء غنديروا نموذج تنموي جديد للبلاد؟ اش من نموذج تنموي مع هاد الناس؟ السيد تطلق على 4 في مجلس النواب ورد مؤسسه دستوريه الحمام في الدريبه، وارى لك الدرديك يرد على هذا ويتخاصم مع هذا ويتناقر مع الاخر ويهدد بالاستقاله. ماشي هادشي هذا دابا؟ واش الراي؟ وعاطب الظهر لرئيسة الجلسة اللي كتطلب فيه يهدى ويتعقل، بحال إلا كيقول ليها جري طوالك. عيات السيدة ما تقول له نعل الشيطان، وهو عاد زاد فيه. أنا عايز 5 يكتفوني. وفي الأخر اضطرت السيدة أنها ترفع الجلسة بلا أسئلة شفوية. وهذا الشيء كله علاش؟ حيث بعض رؤساء الفرق وبعض البرلمانيين تدخلوا في إطار نقطة نظام، أي في إطار إبداء الملاحظة، باش يطلبوا من الوزراء يحترموا المؤسسة الدستورية ديال البرلمان ويبقاو يحضروا الجلسات باش يجاوبوا على الأسئلة. قال لك السي كرميد بغى يرد عليهم صحة. قالت لي رئيسة الجلسة باللي القانون الداخلي ما كيسمحش بالرد على نقاط النظام، حيت هي مجرد ملاحظات ديال النواب. وهو يعربد في الجلسة وحولها للحضرة اللي كتكون في بويا عمر وبويا رحال في كل عشية ملي كيجيو المجادي بيشربوا الماء سخون. والله حتى تفكرت الحلقه ديال هذوك اللي كيلعبوا بالفاعي في جامع الفنا. ما بقى غير البرلمانيين يحلوا فمهم في وزير العلاقات مع البرلمان ويبداو يقولوا السلامه السلامه الشريف العفو مولانا شايل لها مصطفى الرميد. وهو طلق قنان فوق السما ودفالو خارج من فمه، يرعد ويزبد ويهدد، ما بقى لي غير يلوح حوايجو ويتمرمد. ما خمم يحترم القانون الداخلي للمجلس، وما خمم يحترم الدستور لان الجلسه دستوريه، وما خمم يحترم رئيسة الجلسة حيت هي مولاة الشوار تماك، ولا قال أن الجلسة كتسيرها مرأة. علاه هو تسوق لها؟ حيت هو عنده جوج في الدار، وحيت هو وزير حقوق الرجال ماشي حقوق الإنسان. وسولوا أمينة ماء العينين تقول لكم على الرميد كيفاش مرمدها، ولا احترم النواب علما أنه حتى هو نائب، وهذا الشيء راه ماشي المرة الأولى اللي كيديرها. هذاك غير الرميد اللي كيموت على التمرميد، شفتي وما يجيك مليح؟ انا قريت في موقع برلمان.com انك خضعتي لعمليه جراحيه وقطعتي الطرف من المعده ديالك باش تنقص من الماكله والوزن، واقيلا خرجت عليك الماكله ديال الملهى الليلي ديال الرباط اللي فايت لينا دوينا لك عليه. راه اللي كان عليك دير وليدي هو انك دير عمليه جراحيه تنقص من الغرور ومن الانا اللي زايد فيك. كان عليك الرميد دير عمليه جراحيه للتعنزيز والجبهه حتى هي، وكان عليك ما دمتي فاتح تزيد شويه في الحياه والحشمه والمعقول والحكمه. وراعي راه البلاد ما فيهاش غير انت، راه فيها كثار منك وصح منك، اما الدرديك راه ساهل. وحتى دابا ماشي تروطار، 2020 ها هي دخلات. ايوا حط هاد العمليات في لاجوندا ديالك، وما تنساش بن كيران راه ما ماتش، راه مازال حي وراه راجع، وديرها غازوينه.